السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أخوة يا أخوات؟ الصوت واضح. الصوت واضح للجميع؟ الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اذا ما ادري تتذكرون عند اي شيء توقفنا عنده في اللقاء السابق. مكونات المجتمع المدني، نعم أحسنت، عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل اليوم، بقي لنا يعني غير المحاضرة أو لقاء واحد لعلني يوجز حتى نصل إلى النهاية. أنا أفكر أن يخلي اللقاء القادم لقاء مراجعة وأسئلة استفسار. طيب، حل حسب ما يتيسر لنا. قولوا بالله التوفيق، وبعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار يعرف أهل المدينة بالأنصار لأنهم هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، صار يعرف من خرج من مكة إلى المدينة بالمهاجرين. وعرفنا مكونات مجتمع المدينة، وقلنا أنه يقسم إلى فئات على رأسهم اليهود، وكانوا على قبائل متعددة. نشر هذه القبائل بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، ومنهم أيضا العرب، والعرب أيضا على قبائل، وشهرها قبائل الأوسي والخزرج، وأصولهم الأوسي والخزرج جاءوا من قبائل الأزد في اليمن، هاجروا إلى يثرب فكاثروا فأصبحت قبيلتين من الأوس والهجر والخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة بدأ يؤسس دولة، وفي دولة الإسلام الأولى سنة المدينة. طبعا نسيت أن أقول لكم أن المدينة كان اسمها يثرب، ثم صار تسمى بالمدينة. ودار الهجرة طيبة ونحو ذلك. الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة، أولا بناء المسجد النبوي. لماذا تم الرسول ببناء المسجد؟ لأنه مظهر من أو من أهم المساجد، من أهم شعائر الإسلام، من أهم شعائر الإسلام الظاهرة اللي هو المساجد وبناء المساجد، يعني إقامة شعيرة من شعائر الإسلام العظمى اللي هو الصلاة. طبعا مكان المسجد أصله قطعة أرض كانت لغلامين يتيمين من أهل المدينة مهجورة، والذي اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى فيها مسجده وألحق بها بيوته، وما يعرف الغرف، غرف تربي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معه زوجتين، سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر. من الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وأخاذك من المهاجرين هاجروا من مكة وتركوا كل ما يملكون، كانوا تجارا ورجعوا وهاجروا وأصبحوا فقراء. وظهرت هنا مشكلة اجتماعية اللي هو الفقر بين المهاجرين، حتى لا يحلها النبي صلى الله عليه وسلم وجد نظام المؤاخاة، نظام اجتماعي
هدفه حل مشكلة المهاجرين الاقتصادية. والمؤاخاة يقتضي صار الأنصار يعني يقاسمون المهاجرين أموالهم وبيوتهم ومزارعهم ونحو ذلك من الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين طوائف أهل المدينة، وكتبت بذلك معاهدة تعرف بصحيفة المدينة. صحيفة المدينة عبارة عن اتفاقية أو معاهدة بين جميع طوائف أهل المدينة من المسلمين والعرب واليهود والمشركين ونحو ذلك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتأسيس جيش إسلامي مهمته الدفاع عن الدولة الإسلامية. لكن الآن إلى بعض الأحداث التي جرت في السنة الأولى من الهجرة والسنة الثانية من الهجرة. الأحداث التي جرت من السنة الأولى والهجرة وهي إبطال الإشاعة التي أظهرها اليهود بأن المهاجرين لم يولد لهم بسبب أنهم سحروا المهاجرين. سحروهم لما جاءوا من مكة، قام اليهود بسحر عقد السحر على المهاجرين فلم يولد لهم. انتشرت هذه الإشاعة في المدينة إلى أن ولد أول مولود للمهاجرين في المدينة، فكان عبد الله نعم يا ماجد أحسنت يا عبد الله ابن الصديق أبطل إشاعة. من الأحداث التي جرت في السنة الأولى من الهجرة هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة زوجي بعد، وكانت قد خطبها وعمرها 6، دخل بها وعمرها 9 سنين في هذا السن، سنها صغير طبعا. كان هو عادة العرب في ذلك الزمان أن يزوجوا أبناءهم وبناتهم في سن صغير 12-13 حول أو حول هذا السن إلى وقت قريب، حتى إلى وقت قريب النساء يتزوجن في سن مبكرة. لماذا في هذا السن السابق؟ يعني الزمان ليس مثل الزمان، تغير في زماننا يعني السابق لم يكن يشغلها البنت والمرأة، لم يكن يشغلها شيء غير بيتها. فبخلاف زماننا الآن المرأة يشغل في زماننا يعني الدراسة، ربما العمل، وربما أشياء كثيرة يؤدي أحيانا وليس الغالب يؤدي أحيانا إلى التأخر في الزواج. من الأحداث التي جرت في السنة الأولى من الهجرة بزيادة عدد ركعات الصلاة، كانت عدد ركعات الصلاة 2 ركعات لكن بعد الهجرة، طبعا هذا لعله من باب التخفيف على المسلمين إذ أنهم كانوا يتعرضون للأذى والمضايقة من قبل المشركين، التخفيف عليهم كانت الصلوات 2 ركعات. زيدت بعد الهجرة أصبحت صلاة العصر والظهر والعشاء 4 ركعات. وأيضا في السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان. السابق كان الصحابة يجتمعون للصلاة تقديرا للوقت، لم يكن لهم وقتا ثابتا لكن يقدرون الوقت، ولذلك أحيانا كان كثير منهم لا يدرك الصلاة، يدركها جماعة ثانية أو ثالثة ونحو ذلك. لكن الآن إلى بعض الأحداث التي جرت في السنة الثانية من الهجرة، تلك الأحداث تحويل القبلة من الشمال إلى الجنوب، وكانت القبلة إلى جهة بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تتحول القبلة إلى جهة الشمال عفوا إلى جهة الجنوب، فاستجاب الله له أمنيته فحولت إلى جهة الجنوب إلى جهة الكعبة. الأحداث التي جرت السنة الثانية هو فضل صيام شهر رمضان، فضل صيام شهر رمضان في السنة الثانية. وإذا من الأحداث التي جرت في السنة الثانية وفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان، وزواج عثمان من أم كلثوم لقب بالنورين، وأيضا زواج علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنه وأم ولديه الحسن والحسين. طيب نأتي الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهن ماذا يا أخوان يا أخوة يا أخوان؟ نعم أحسنتم ما شاء الله، جيد، أمهات المؤمنين. طبعا يا أخوان نحن نتحدث عن الفترة المدنية، انتهت الفترة المدنية. الأحداث المهمة في الفترة المدنية الغزوات والسرايا، والفرق بين الغزوة والسرية
كلاهما حملة عسكرية، كلاهما حملة عسكرية، لكن الغزو تكون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يا عبد الله، والسرية تكون بقيادة أحد الصحابة. وأول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم هي غزوة ولدان، كانت سنة ثانية للهجرة. وأول سرية كانت سرية السرية التي قادها حمزة بن عبد المطلب كانت السنة الأولى من الهجرة. طبعا عددها، عدد الغزوات والسرايا فيه خلاف، يعني يقال عدد الغزوات 19 غزوة، وعدد السرايا 47 سرية ونحو ذلك. قبل أن ندخل على نماذج من الغزوات والسرايا، لازم ينبغي أن نعرف من هم أعداء المسلمين في هذا الوقت في الفترة النبوية. والله عدة أعداء، كان من أهمهم المشركون مكة. عرفنا ديانة الشرك سابقا في الأحوال الدينية في الجزيرة العربية. طبعا المشركون كان يأخذهم مجموعة من الزعماء القبائل، يتبعون آراء آبائهم ويعبدون الأصنام والأوثان. وكان أول من جلب الأصنام اللي هو عمرو بن لحي الخزاعي، جلب صنم هبل وأدخله إلى مكة، وضعه في جوف الكعبة فعظمته العرب. من أعداء المسلمين في هذه الفترة اليهود، هم أتباع موسى وكتابهم، لهم كتب كثيرة لكن منها التوراة. وسبب معاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يظنون أن النبي سوف يكون منهم، حسد من عند أنفسهم. لما ظهر من عند العرب حسدوا كيف يظهر من العرب، وكانوا يحتقرونهم أو يحقرونهم ولم يظهر فيه. كل أعداء العرب اللي هم النصارى، بما يتعلق باليهود أن رجال الدين اليهود كان يطلق عليهم الأحبار، الحبر والأحبار. من أعداء المسلمين هم النصارى، دخلوا مع المسلمين في معارك عسكرية، أيضا معارك فكرية. كانوا يأتون ويناقشون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما جرت بينهم المباهلة، يسمى الملاعنة، يسمى بالمباهلة والملاعنة، والمقصود بها الملاعنة أنه كل شخص يلعن نفسه إذا كان كاذبا. وانتشرت النصرانية في الجزيرة العربية، وهم أتباع عيسى بن مريم وكتابهم الإنجيل. انتشرت في القبائل العربية حتى أنها وصلت إلى منطقة اليمامة، منطقة اليمام في نجد وصلت فيها النصرانية. وإن أعداء المسلمين هم المنافقين والنفاق، وما يظهرون خلاف ما يبطنون. قد ظهرت هذه في الفترة المدنية. لماذا ظهرت في الفترة المدنية؟ خوفا على مناصب. كان هناك مجموعة من الزعماء المنافقين خافوا على مناصبهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهروا الإسلام وأظهروا محبته، ولكنهم أبطنوا العداء. ومن أشهر الزعماء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وكان يطلق على رجال الدين النصارى الرهبان. نعم أحسنت يا ناس، الرهبان أو القصص. طيب ناتل إلى نماذج من الغزوات التي قامت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه. أختصر، يعني الغزوات طويلة جدا، ويستحيل أن يشرحها كلها، لكن أعطيكم الملامح الغزوة، يعني متى وقعت أسبابها، بعضا من أحداثها ونتائجها. أبدأ أوجز بشكل سريع من الأولى وأشهر الغزوات اللي هو غزوة بدر. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ نبهوني إذا كان الصوت مو واضح. الصوت واضح؟ وش في يا ماجد اللي وش اسمها اللي يختم الفاضلة؟ وحدات الصوت فيه ماجد المشعري أو المسعر أو المسعر. طيب من أول الغزوات، ليس من أول الغزوات، بل من الغزوات الكبرى اللي هو بدر الكبرى. طبعا سميت بدر الكبرى لأن فيها غيرها غزوة تسمى ببدر أصغر منها وأقل منها. طيب
طبعا الذي وقعت بين المسلمين وبين قريش. سببها وهذه غريبة أيضا، سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالخروج لاعتراض قافلة تجارية لقريش، قافلة رجعت من بلاد الشام أرادوا أن يأخذونها. طيب هذا شو يسمى يا أخوان؟ قافلة يأخذونها، قافلة تجارية يأخذونها بالقوة، ماذا يسمى يا أخوان؟ سلب، ويسمى أيضا أحسنتم سلب وغيرها، تعرض للقافلة التجارية اغتصاب. طيب جيد يا أمان، قطع طريق أحسنت يا عبد الله، سلب وقطع طريق. طيب وهل يطلق هذا، يصح إطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف؟ أي نعم أحسنت يا حسان، هو الظاهر يا أخوانا، أي نعم أحسنتم، هو الظاهر أن هذه الأمر أو هذه العملية قائمة على قطع الطريق والسلب، ويسمى أيضا النهر. لكن هل هذا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا، لا يطلق عليه. لماذا؟ لأن هذه هي أموالهم، مثل ما قال حسان الشعراني أحسن، هذه أموالهم التي أخذتها قريش في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصحابه على استرداد أموالهم، قال هذه هي أموالكم، خذوها استرجعوها منهم. طبعا قريش عقلا ومنطقا وواقعا لم يردوا الأموال التي أخذوها من المهاجرين في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، كان يخص المهاجرين بالذات، يقول هذه أموالكم أتتكم فخذوها. فخرج الصحابة، طبعا لم يخرج كثر، يعني خرج ما بين 316 إلى 319 يزيدون أو ينقصون. لماذا لم يخرج عدد كبير مع أن عدد الصحابة أكثر من هذا بكثير؟ إنه كانوا يظنون أنها أو أنه لا يوجد قتال، أو أنه لن تقوم حملة عسكرية يدور قتال بين الطرفين، مجرد قافلة تجارية يأخذونها وينتهي كل شيء. لذلك لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل، 316. لما خرج أراد أن يتعرضوا للقافلة، طبعا كان يقودها أبو سفيان صخر بن حرب بني أمية، وهو قرشي وسوف يصبح له شأن قبل أن يسلم يا عبد الله، أكيد أسلم متأخرا أبو سفيان رضي الله عنه. عليكم السلام، حياك الله أخوي حنا. تفرغ طبعا أبو سفيان، استطاع أن يغير من طريق القافلة، وأرسل إلى قريش يدعوهم إلى اللحاق بالقافلة حتى لا يأخذ المسلم. طبعا كلام طول في اللي جرى، وكيف من أرسل أبو سفيان، وقصة الرؤية التي رأتها عاتكة، نعم عاتكة، عمات النبي صلى الله عليه وسلم، رأت رؤية غريبة، وموقف أبو جهل، وموقف المشركين، أتجاوزها، شيء حدث غريب جدا. الشاهد أن المشركين قرروا أن ينتقموا لقافلتهم، يظنون أن قافلتهم راحت أو ذهبت من أيديهم، فخرج أبو جهل أو زعماء قريش يريدون أن يتفاخروا. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش، طبعا تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاجأ الصحابة معه أيضا. ليش تفاجأوا؟ هاي يا أخوان، هاي يا أخوان، لماذا تفاجأوا؟ لماذا تفاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش قريش؟ لماذا تفاجأ؟ جاوبت قبل قليل يا أخي، لماذا تفاجأ؟ ليس من أجل العدد، أي أحسنت يا حسان، يا سلام عليك، أحسنت يا حسان، قلت لكم قبل قليل لأنه ما كانوا يعتقدون أن هناك قتال، فقط قافلة تجارية بيأخذون منك كل شيء، لكنهم تفاجئوا بمجيء قريش. لا، وعددهم مثل ما قال أخوي حسان 1000 مقاتل، انسحب طبعا عدد منهم، المسلمين 300، وخرجوا ليس لقتال، فقط قافلة
صارت هذه مفاجأة لهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه ماذا يفعلوا، هل يرجعون هل يقاتلون، وكان يخص بذلك الأنصار، الأنصار بايعوه في العقبة الثانية على أن يناصرون يعني داخل المدينة وليس خارجها، الأنصار هنا قتال خارج المدينة. فكل الصحابة المهاجرين والأنصار أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا وطلبوا منه أن يقاتل عنه، فتعدد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل المشركين، طبعا كان ذلك في رمضان نتيجة باختصار كفر المسلمين، على الرغم من أن قال عددهم كان قليلا ولم يستعدوا للقتال استعدادا جيدا، وقتل كثير من زعماء قريش وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة بأبو جهل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على التخلص من شر أبو جهل لما انتهت الغزوة أرسل لعبد الله سعود طلب منه أن يبحث عن أبو جهل، أرسل خصيصا قال ابحث لي عن أبي جهل ايش صار عليه، هو مات هو حي، وإرساله لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أو دليل على شدة أذى أبي جهل بالمسلم، لو كان شخصا عليه لما اهتم منه الرسول قاتل قتل أو أصبح حيا أو سلم لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، ويدل على أيضا أنه كان من أشد خصوم المسلمين مثلا، والملائكة شاركت معه وعلى رأسه جبريل عليه السلام. طيب جاء بعدها غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، سبب هذه الغزوة أن المشركين أرادوا أن ينتقموا لقتلاه أو ما يسمى في الانتقام يسمى الثأر، أحسنت يا عبد الله، أرادوا أن يثأروا لقتلاهم في بدر، فخرجوا عددهم 3000 مقاتل، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بهم خير الصحابة بين البقاء في المدينة والتحصن بها والخروج لملاقاة أعداء، فأغلب الصحابة المتحمسين طلبوا من الرسول أن يخرج لملاقاتهم ولا ينتظرهم حتى يأتوا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا قبيل غزوة أحد، هل تكون الرؤيا وشو؟ لوراء النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ورأى السيف المثلم، السيف يعني شدته قد ذهبت، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يده أدخلها في درع، طبعا فسرت بأمور تتعلق بالغزوة، قائد المشركين اللي هو أبو سفيان، جاء المشركين حاصروا المسلمين سنة بيحد لأنها القرب من جبل أحد، ففي البداية انتصر المسلمين انتصروا خلاص مع أن عددهم قرابة الأس لكنهم انتصروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع مجموعة من الرماة عددهم يعني عددهم تقريبا 50، جابر بن عبد الله وعبد الله بن جبير جعل علم عبد الله بن جبير، وطلب منهم أن يخرجوا أو ينزلوا من هذا الجبل يبقون فيه في هذا المكان سواء انتصروا أو انتصروا، بعد انتصار المسلمين بدأوا ينزلون اللي على الجبل كانوا من الرماة، فحذرهم قائدهم من النزول لكنهم على ذلك نزلوا، قال يعني نبقى ليش نبقى انتهت المعركة وانتهت الغزو، فلما نزلوا استغل هذا الموقف اللي هو خالد بن الوليد قبل أن يسلم دف عليه وقتل من بقي في هذا الجبل، وصار هو من خلف المسلمين وصار يرميهم بالنبل حتى كسر المسلمون، كسر بل وهزموا، بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته قتل، قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، شقوا وجنته ورأسه والمغفر وأسنانه، رأى المشركون أنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإشاعة قال خلاص قتلناه، وفعلا صدقوا، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سقط في حفرة وسقط عليه مجموعة من الجثث وخرجت دماء، فظن أنهم قد قتلوا، ووصلت هذه الإشاعة إلى الصحابة قال أن رسول الله قتل وشفناه والله يخرج منه دماء وشفناه سقط وما سقط على عد طلع مرة ثانية ولم يخرج، أظنوا فعلا أنهم يأسوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رأى
طبعا ما اكتشفوا ذلك إلا فيما بعد. ما اكتشفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي لكنه كان مجروحا أو جروحا بالغا إلا فيما بعد. فيأسف حتى أن بعضهم انسحب من الغزو, انسحبوا من غزوة أحد من اليأس اللي أصاب. نتيجة الغزوة طبعا منهم من يقول أنه المسلمون لا كان لهم, ولكن باختصار هي كانت هزيمة على المسلمين سببها معصية أوامر رسول الله. استشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله منهم وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب كان الذي قتله أحد الأحباش اسمه وحشي, وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وقتل عمي حمزة بن عبد المطلب ويلقب بأسد الله ويلقب ولقب في هذه الغزوة سيد الشهداء. أي نعم يا ماشي. طبعا شارك في هذه الغزوة مجموعة من نساء قريش لتحميس المقاتلين وتثبيتهم على القتال. والعجيب أنهم مثلوا بجسد حمزة. كيف مثلوا به؟ قطعوا جسده, قطعوه إلى أجزاء. تمام. ويبدو لي والله أعلم أن هذه التي زادت بالنبي صلى الله عليه وسلم حزن لما رأى جسد أخوه من الرضاعة وعمه قد مثل به, تأثر كثير حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرر أن يمثل بأجساد المشركين. طبعا اللي لا ثبت يا اللي اخوي عبد الله هي هند من عتبة. ليش هند من عتبة؟ لان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قتل اباها اللي هو عتبة, قتل اباها في غزوة بدر فارادة ان تنتقم, وزوجها ايضا يا عبد الله احسنت قتل أباها وزفرادة تنتقل, وفعلا انتقل. ويعطينا أيضا شيء, طبعا هند أسلمت رضي الله عنها, صارت من الصحابة وزوجها أبو سفيان, أخذت بالثارة يدل على أن قلبها قوي جدا. يعني كيف جاءت في الغزوة, جاءت إلى شخص ميت ومثلت به, يدل على ما فيها قلبها قوة وجلد. طيب نأتي الآن إلى غزوة خندق. في غزوة ثواني يا أخوان هذا شيء نذكر لكم قصة. طيب هي خذوها يلا الآن باختصار اللي هو حنظل بن أبي عامر الأنصاري أشخاص الذين استشهدوا في هذه الغزوة لغزوة أحد, وطبعا يسمى برصيد الملائكة لأن الملائكة كرمته وغسلته. طيب حنظل بن أبي عامر الملقب برصيد الملائكة. حنظل بن أبي عامر نعم.
يخشوا 55 21 اها طيب في حسن كتب شيء لم يقتل زوجة زوج من؟ تقول أنت لم يقتل زوجها لم يثبت أنها هند يا حسان هذا عبد الله طيب جاوبنا لم يثبت أنها والله ما أدري إيش تقصد يا عبد الله لم يقتل زوج هند وين أين قتل يا تقصد في غزوة بدر صح صحيح أحسنت يا حسان الذي قتل أو من قتل من قتل في غزوة بدر هو أبوها اللي هو عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد بن عتبة والدها هند لا عفوا والدها اللي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة مر معنا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة حد يذكر فيما مر أو أين مر معنا كان لها موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قتل في غزوة بدر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة أرادت تنتقم لها أبو سفيان هو زوجها لم يقتل أبو سفيان لم يقتل والدليل أنه قاد المشركين في أحد لهما موقف اللي هو عتبة وشيبة بن ربيعة أحد يذكر ما أدري تذكرون هؤلاء مهاجرين لا ليس المهاجرين غير المهاجرين موقف شهير من النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا عتبة وشيبة قتلة أحد يعرف يا أخوان ولا أستمر عتبة وشيبة ابني ربيعة قد قتل هذا في غزوة بدر وعتبة هو والد هند افتقارة تنتقل لمقتله هذا الاثنين كان لهما حائطا في الطائف أو مزرعة في الطائف ولجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزرعتهما أو حائطهما لما اشتد عليه الأذى من قبل أهل الطائف وهم اللي أعطوه الفاكهة والطعام وجاء غلامهم عداس وكذا هم هذا الشخصين عتبة وشيبة تمام ولماذا ساعد وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من قريش جميعهم من قريش بينهم قرار لكنهم مع ذلك لم يسلموا فقتل في غزوة بدر ما في لها غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب سمت الأحزاب بالتحزب يعني تجمع أداء المسلمين لمقاتلة المسلمين سمى الخندق نسبة إلى حفر الخندق الذي أشار به أو دل به دل عليه سلمان الفارسي من أهل فارس طبعا كان اليهود من الطوائف التي سعت إلى حرب المسلمين فإن لم يحاربوهم مباشرة كانوا يؤلبون القوى الأخرى على حرب المسلمين خرج مجموعة من اليهود إلى قريش وإلى بعض الأعراب وطلبوا أو حثوهم على محاربة المسلمين وأنهم سوف يقفون مع فتجمعوا حتى ما صار عددهم 10,000 طبعا بدأ السلم يستعد قرر أن يبقى ويتحصن في المدينة شرع لسلمان بأن يحفر الخندق وكان عدد المسلمين 3,000 مقاتل حفروه في الجهة الشمالية من المدينة طبعا حصلت معجزات تتجاوز المعجزات كسر الصخرة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا من الأمور أو من الأحداث التي تحصل للمسلمين من هذه الفتوحات الإسلامية توفى في الشام وفارس وغيرها
جاء المشركون وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستمر حصارهم فترة طويلة، يعني قرابة أكثر من شهر، يعني قرابة الشهرين 50 يوم، ولم يصل بينهم أو لم يحصل بينهم قتالا مباشر، يعني قتال حرب وشهداء وقتلى وأسرى، لا أبدا، فقط حصار وبعض المناوشات. فإلى أن ملا اللي هو الأعداء المسلمين، حتى أن رجلا جاء من غطفان اسمه نعيم نعيم بن مسعود الغطفاني، جاء وأسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ذلني، قيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني بما شئت. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت وش عساك تسوي، وماذا عساك أن تفعل أنت، يعني يقصد أنت لوحدك، وماذا عساك أن تفعل؟ قال الرسول إلا عاد إذا استطعت أن تخذل بينهم، وماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن تثير الشك بينهم، تخلي كل واحد يشك في الثاني. وفعلا هذا الذي فعله نعيم بن مسعود رضي الله عنه، استطاع الأشرلات هؤلاء المقاتل أن يخذل بينهم، يعني أن يثير بينهم الشكوك، كل واحد خلاه يشك في الطرف الثاني. وهذا الذي جرى، قريش شكت في اليهود، واليهود شكوا في قريش، والعرب شكوا في، فصار بينهم شك وضعفت همته، وبدأوا ينسحبون من المسلمين أو من المدينة. لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف أخبارهم، فأرسل حذيفة بن اليمان، وهنا طبعا قصة قريبة كيف النبي صلى الله عليه وسلم اختار حذيفة، موقف كبار الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من منكم يذهب فيأتي بأخبار القوم، سكت الصحابة. الشاهد انسحب الأحزاب من هذه الغزوة، وكان من نتائج أنه لم يقم لقريش قائمة. كيف يعني قائمة؟ يعني لم يصبح لهم قوة، بل إن بعد هذه الغزوة بدأت قريش تنحدر وتضعف. يعني جاء الفتح وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل مكة فاتحة. نحدث لتجارة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في السنة السادسة، أقولها بإيجاز سنين، سببها تلك الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من قبل أن رؤيا الأنبياء أو النبي نوع من أنواع الوحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج هو والصحابة من مكة، عفوا من مدينة إلى مكة لأدوا العمر، فأخبر الصحابة ففرحوا واستعجلوا، لاحظوا ما تثبتوا، يعني ما قالوا في أي سنة يا رسول الله بنروح عليه في السنة هذه، اللي هي بعد شهر، اللي بعد يوم، فقد سمعوا هذه الرؤية فاستعجلوا وخرجوا، فخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرفوا ما الذي جرى؟ قريش لما سمعت وكان عندهم 1400 مؤتمرا، هنا ما نقول مقاتلا، نقول معتمرا، خرجوا للعمرة ليس القتال. سمعت قريش في مجيء المسلمين خشوا أن يكون أو أن يفهم العرب من أن ذلك ضعف فيهم، كيف يسمحون لأعداء بدخول مكة، فقرروا أن يمنعوا المسلمين من دخول مكة. فبدأوا تصير بينهم في ثغرات ومفاوضات، كانت قريش ترسل الرسل والرسل لم يرد عليه، حتى أنهم أن الرسل لم قرر أن يبادر أو أن يبادر، فأرسل عثمان بن عفان، يعني عثمان رشد، أدخل داخل مكة وأخبرهم أن جايين العمرة، ما جينا لحرب أو قتال، وعادت أو ليس من عادة قريش أن يمنعون أحد من دخول مكة. شكلك أول مرة يا همام تحضر، أنا أستغرب، واحد يسأل عن الكتاب ونحن سوف ننتهي من اللقاءات. طيب هو نظام الأسئلة يا همام، أسئلة وإجابة، لا ما في كتاب، أي مذكرة إذن؟ أي مذكرة عندك؟ بس أهم شيء الأسئلة، أهم شيء الأسئلة يا وي همام. وجهك أبدا. أسأل عثمان يتساعدكم في المذاكرة على أي. نعم أحسنت يا قمر، بارك الله فيك. تأخر عثمان ما رجع، خلوا عثمان ينتظر حتى يتشاوروا، فتأخر عثمان، فظهرت شاعة عين عثمان قتل،
غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقرر أن ينتقم مباشرة، فبدأ يدعو الناس إلى البيعة، تعالوا بايعوني على انتقام مقتل عثمان. فبايعوا الصحابة كلهم إلا يمكن واحد، أحد المرافقين هرب من البيعة، بايعوا على ماذا؟ بايعوا على أن ينتقم. وكان ذلك عند إحدى الأشجار، شجرة سمرة أو سمر سمرة أي سمر، وعرفت ببيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم، وتعرض ببيعة الشجرة. قرر أن يرسل عمر، فاعتذر عمر يا ماجد، فأرسل عثمانا بدلا. لما خلص وخلاص أراد أن يقاتل قريش، جاء عثمان ورجع، فانتهت هذه البيعة اللي هو بيعة الرضوان وبيعة الشجرة. طبعا أرسلوا أحد قريش اللي اسمه سهيل بن عمرو، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سهل عمر، جاء سهيل وعقد بينهم صلحا عرف صلح الحديبية، فنحوي على عدة بنون أن يرجعوا السنة هذه السنة السادسة، ويعود السنة السابعة لأداء العمرة، توقف الحرب لمدة 10 سنوات، لا يعال فيها عدة شروط الشعر. وانتهت هذه هذا الحدث بعقد صلح الحديبية، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فما موقف الصحابة من هذا الصدق؟ كان في نفوسهم شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم طالب منهم أن يتحللوا من العمرة تأخروا، كانوا يرجون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع ويفاوض قريش مرة أخرى على أداء العمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم وأصر عليهم على تحلل من العمرة، وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فتحلل من العمرة وتحللوا معه، ولم يكونوا أو كان في خاطرهم وفي قلوبهم شيئا من هذا الصلح، حتى أن علي بن أبي طالب نفسه كتبه أو كتب شروط الصلح ولم يكن راضيا عن بنوده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يمسح رسول الله ويكتب محمد بدلا من محمد عبد الله رفض، فلما هذه نمسح رسول الله لا، النبي صلى الله عليه وسلم أشار طلب منه أن يحدد موقع رسول الله فمسحها يديه صلى الله عليه وسلم. طيب صلح حديبية السنة الثالثة، نعم. طبعا من نتائجها أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لدعوة الناس إلى الإسلام، بدأ يواصل الزا خلاص الآن حيد قريش عنها، قريش انشغلت عنه أو قريش امتانت عنه. طبعا كان من نتائج صلح الحديبية اللي هو فتح مكة، اللي جاء سديد فتح مكة السنة الثانية، سبب أن قريش نقضت نهوض صلح الحديبية وصارت تعين القبائل على المسلمين، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل منه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة سرا واتجه إلى مكة، حافر أهل مكة إلى أن استسلم. طبعا في هنا جاء أبو سفيان حاول أن يجدد بنود صلح الحديبية لكنه رفض، أحضره العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على أن يسلم فأسلم أبو سفيان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله شيء يفتخر به، فقال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، دخل المسجد فهو آمن، أغلق بابه أو داره فهو آمن. وهذا حتى يفتخر أبو سفيان إكراما له لأنه أسلم. الشاهد فتحت وتم فتح مكة في السنة الثامنة، طبعا ما صار في قتال، ما صار في قتال حاسم، مناوشات بسيطة. استسلم أهل مكة لأنهم تفاجأوا بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف حول الكعبة، وكان حولها ما يقارب 63 صنما دمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ببعض الأعمال، منها تدمير الأصنام، تجديد حدود الحرم، الحرم معروف الحرم المكي، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجدده، يعني يضع عليه علامات تدل على موقعه. طيب أتوقف هنا، أتوقف هنا. لا تنسون مفاتيح الكعبة، جعلها في قريش أو في بني شيبة، وقال خذوها تالدة، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، استمر مع مفاتيح الكعبة إلى زماننا. طيب نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، وهو اللقاء الأخير. إذا أي أحد عنده أسئلة أو استفسارات يحضره أو يعده في اللقاء القادم، صلينا بكم اللقاء الأخير.
هذا يا أخوي عبد الله قالها النبي صلى الله عليه وسلم أيام البيعة العقب الثاني لما جاء أهل المدينة وبايعوه، قال يا رسول الله حيننا إذا نصرناك وبايعناك تمام وأظهرك الله وأصبح لك مكان، هل سوف تذهب وتتركنا ترجع إلى مكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم أنتم مني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يا عبد الله صالح جيد، لما فتحت مكة خاف أهل المدينة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويرجع إلى ديرته أو إلى وطنه السابق اللي هو مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في مكة بل رجع معهم إلى المدينة بناء على بنود بيعة العقبة الثانية. أتسافر ما يسمى السفر يا ملان، يسمى إيش؟ أتسافر المهاجرين إلى المدينة ما يسمى سفر، هنا نسمى هجرة. سنت يا حسان سافروا بعد بيعة، مو بسافر أقصد إن شاء الله، هاجروا بعد بيعة العقبة الثانية، بدأوا يهاجرون بعد بيعة العقبة الثانية. صح هي أسئلة أخرى إياك. يا سيدي يا أخوان يا أخوة يا أخوان، تفضل يا منى. اللي يخرج يخرج خلاص، اللي يريد يخرج خلصت أنا، إياك. اللي يريد أن يخرج فليخرج، انتهيت أنا. الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا أو اللي لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أقصد بإيش يا منال؟ ما فهمتك. تقصد الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا أو الذين لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا ذكرت أن أغلب أهل المدينة أو أغلب أهل مكة المقتدرين طبعا هاجروا، وما بقي منهم في مكة إلا المستضعفون. طيب اللي بقي في مكة المستضعفون، وفيهم أيضا المستضعفون فقط وعلي بن أبي طالب معهم، وعلي لم يكن مستضعف لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبقى حتى يرد الأمانات إلى أهله. طبعا وفيهم الأمثلة المستضعفون يدخل فيهم النساء، يدخل فيهم النساء منهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا في مكة إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأحضرهم فيما بعد إلى المدينة. خلاص نطلع يا أخوان، نطلع يا أخوة يا أخوان. هي أكيد اليوم إن شاء الله يعني بعد قليل سوف أحط لكم في البنت إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير، نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.